الله. أي أيوة، من أدلة رحمته وعنايته بعباده الجواري في البحر من السفن والمراكب النارية والشراعية. النارية أي هذه الحديثة التي تكون على المكائن والمحركات التي تدفعها، والشراعية أي القديمة التي كانوا يجعلون لها الشراع لأجل أن يحركها وينظم سيرها في أثناء الرياح، فهذا شامل لها جميعا. قال: من السفن والمراكب النارية والشراعية التي من عظمها كالأعلام، وهي الجبال الكبار التي سخر لها البحر العجاج وحفظها من التطام الأمواج وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة، وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك، ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: إن يشأ يسكن الريح التي جعلها الله سببا لمشيها فيضللنا، أي الجواري، رواكد على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر. ولا ينتقض هذا بالمراكب النارية، فإن من شرط مشيها وجود الريح، وإن شاء الله تعالى أوبق الجواري بما كسب أهلها، أي أغرقها في البحر وأتلفها، ولكنه يحلم ويعفو عن كثير، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليها فيكرهها عليه من مشقة طاعة أو ردع داع إلى معصية أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط، شكور في الرخاء وعند النعم يعترف بنعمة ربه ويخضع لها ويصرفها في مرضاته. فهذا الذي ينتفع بآيات الله، وأما الذي لا صبر عنده ولا شكر له عند نعم الله فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات. ثم قال تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ليبطلوها بباطلهم ما لهم من محيص، أي لا ينقذهم منقذ مما حل بهم من العقوبة. هذه الآيات أيضا في بيان آيات عظيمة من آيات الله، فقد ذكر في الآيات السابقة من آيات الله العظيمة خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهنا ذكر من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته التامة والدالة على رحمته بعباده وعلى رعايته وعنايته بهم، فقال سبحانه: ومن آياته، وسبق أن المراد بالآيات هنا أي الآيات الكونية، فإن آيات الله منها آيات شرعية وهي كلامه، آيات القرآن التي فيها الأمر والنهي والأحكام والأخبار، وآيات كونية وهي من مخلوقاته. وكانت آيات أي لأنها دليل وعلامة على وجود الله وعلى قدرته وعلى رحمته وعلى أسمائه وصفاته. فمن آياته العظيمة الجواري في البحر كالأعلام. الجواري أي السفن، جمع جارية،
كما قال الله تعالى عن قوم نوح: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الجارية هي السفينة التي تجري في البحر. فالجواري جمع جارية، والمراد بها السفن العظيمة، سواء كانت هذه السفن نارية وهي الحديثة التي تكون على المحركات والمكائن التي تدفعها بواسطة المحروقات، أو كانت السفن الشراعية القديمة التي تحركها الريح، فإن الكل يحتاج إلى الريح في سيره. هذه الشراعية الأمر فيها ظاهر، فالريح هي التي تحركها، وهذه النارية أيضا إنما تحركها الرياح، فلا ينتظم سيرها ولا يستقيم إلا بوجود الرياح في البحر. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. الأعلام هي الجبال المرتفعة، وقال بعض المفسرين الأعلام هي القصور العالية، وكلها معاني صحيحة. فكل ما ارتفع تسميه العرب علما، كل مكان مرتفع فالعرب يسمونه علما، كما في قول الخنساء: وإن سعدا في رثاء أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. كأنه علم أي موضع مرتفع الذي يهتدي به الناس. هذه السفن آية عظيمة من آيات الله. قال الله تعالى في بيان الآية التي فيها: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لو شاء الله تعالى لأسكن الريح، لوقفت الريح، فبقيت هذه السفن راكدة أي غير متحركة على ظهر البحر حتى تغرق أو حتى يموت من فيها ولا يستطيعون الخلاص. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قال الله: أو يوبقهن بما كسبوا. يوبقهن أي يهلكهن. فقد يرسل الله ريحا شديدة توبق هذه السفن، والإباق كما هو معلوم هو الشرود والذهاب بعيدا. وأبق العبد من سيده أي هرب وفر. فمعنى أو يذقهن أي بأن يذهبن مذهبا بعيدا، فلا يستطيع قائدها التحكم في سيرها ولا توجيهها إلى الوجهة التي يريد، بل تسير هذه السفن من شدة الرياح التي ترسل عليها إلى أماكن بعيدة كالإباق، فيهلك من فيها. أو يوبقهن بما كسبوا أي بسبب كسبهم وذنوبهم، ويعفو عن كثير كما تقدم بيانه في الآية الماضية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيعفو عن كثير من ذنوب العباد، ولو آخذهم بها لهلكوا. فإذن هذه السفن آية، إن وقفت الريح ركدت هذه السفن على ظهر الأرض، وإن اشتدت الريح عصفت بها وذهبت يمينا وشمالا وتفرقت إلى أماكن بعيدة غير الوجهة التي يريد راكبوها وأصحابها، وفي كلا الحالين يحصل عليهم الضرر، ولكن برحمة الله ولطفه بعباده وقدرته العظيمة سخر هذه الرياح، ليست منعدمة حتى لا تتحرك السفن، وليست شديدة حتى تذهب السفن أماكن بعيدة. ولذا جاء النهي عن ركوب البحر وقت اغتلامه واشتداد هيجانه لما فيه من الضرر،
فكان هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، تقطع البلدان الواسعة التي لو سلكها السالكون في البر لاحتاجوا إلى أضعاف من الأوقات والأزمنة التي تقضيها في البحر. وأن تحمل الأشياء الكثيرة، رب سفينة فيها ما يكون في مدينة، رب سفينة قوامها قوام مدينة بما فيها من السكان والمباني العظام وما فيها من المرافق، ففيها المستشفيات والمطاعم والفنادق والمجالس والمسارح وأشياء كثيرة، وهي تجري في البحر. آية عظيمة من آيات الله سبحانه. الماء معلوم لو ألقي إليه الشيء ثقيل غرق فيه، ولكن الله تعالى بقدرته حمل هذه السفن على هذا البحر وجعلها تجري عليه، وسخر لها من الريح ما يناسبها وما يحركها. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي فيعلم الذين يجادلون في آيات الله ويردونها ويكفرون بها حين يرون هذه الآية العظيمة أنه ليس لهم مخرج إذا نزل بهم عقاب الله، وإذا غرقوا مثلا في هذه السفن يعلمون أنه لا مفر لهم ولا منقذ لهم ولا مخلص لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذه من آيات الله التي نبه الله تعالى عليها في هذه السورة العظيمة. أخوني يقول: هل الميت الصغير كالميت الكبير؟ في أن الإمام يقف عند رأس الذكر وعند وسط الأنثى. نعم، هذا عام في الصغير والكبير كما جاء في الدليل. أخوني يقول: متى يشرع للإمام أن يكبر 5 تكبيرات على الجنازة؟ كبر النبي صلى الله عليه وسلم 4 وكبر 5، أكثر حاله كان يكبر 4 تكبيرات. وجاء في صحيح مسلم أنه صلى على جنازة فكبر عليها 5 تكبيرات، وجاء أكثر من 5 تكبيرات لكن عن الصحابة، أرجع عن بعض الصحابة كان يكبر 6، بعضهم كان يكبر 7، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو يكبر 4 تكبيرات و5 تكبيرات، وأكثر حاله يكبر 4 تكبيرات. وكان يخص بعض من يحبه أو له المنزلة بالتكبير 5، فقد جاء أنه كبر على عمه حمزة 5 تكبيرات، وجاء أنه كبر على غيره، وجاء هذا عن بعض السلف، كان إذا أتوا بعض المهاجرين أو بعض السابقين الأولين كبروا عليهم 5 تكبيرات وكله جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم.